بوكس. هاي العزيز المشاهد تابعنا يمكن نعجبك. فكر شوية وجاوب صح، جوايز قيمة حلوة ترضى. فكر شوية وجاوب صح، جوايز قيمة حلوة ترضى. نعايتك يا عساك دوم تكفر. فكر شوية وجاوب صح، هذا خسر لا غضوب، وهذا ربح ألف مبروك، وهذا خسر لا غضوب، وهذا ربح ألف مبروك. فكر شوية وجاوب صح، فكر واربح فكر واربح. اهلا بكم اعزائي المشاهدين، مثل ما وعدناكم البارح اليوم احنا متواجدين في ممشى مشرف، جايبين اسئلتنا معانا وجوائزنا معانا، مو ناقصنا الا نشوف الناس ونعطيهم هالجوائز. اهلا وسهلا فيكم. سؤالنا الاول يقول 10 و10 ما نقدر نقول 20، واذا زدنا عليهم 50 صاروا 11، نبي الاجابه سريعه اسرع من هالسيكل هذا. لحظه شويه، مثلا يعيدها. 10 و10 ما نقدر نقول 20، وإذا زدنا عليهم 50 صاروا 11. استوعبت السؤال؟ يس، بس ما أعرفه. عرفتي؟ لا ما أعرف. ليش تعرفين أنتي؟ لا ما أعرفه. كنا الإجابة عندك أنتي. ساعة؟ شلون الساعة؟ 10 و10 ساعة. شلون الساعة؟ الساعة 10 و10 زين، ولي زدناهم 50 60 11. شلون مرة ثانية تقوليها؟ ساعة عيدها، عيد لو سمحت. يعني 10 و10 ما نقدر نقول 20، وإذا زدنا عليهم 50 صاروا 11. إيه الساعة 10 و10 زدنا عليهم 50 صاروا 11. ليش ما نقدر نقول مثلا 10 و10؟ ليش ما قلنا 20 مثلا؟ لان العشر 10 و10، الساعة 10 و10 ما يصير 20. ايه، لان بالساعة ما في شيء اسمه 20. 10 و10 ما نقدر نقول عنهم 20، نقول عنهم 10 و10. شوف شلون مسباحك كان زين. بالفعل بالفعل الإجابة صحيحة، الساعة. كل اللغز هو عبارة عن الساعة. 10 و10 نزيدهم عليهم 50 يصيرون الساعة 11. إذا كان الواحد ذكي وحاد الذكاء يقولون عنه فلان عبقري. كلمة عبقري من وين جاية؟ العبقري توقع العبقرية عندك من العباقرة. عبقري أعتقد في عالم اسمه عبقري، أعتقد عالم اسمه، كان عالم شنو ما ادري ايش بالضبط، بس ما حضرني تبعي، بس اعتقد في عالم اسمه عبقري، فمن كذي مثلا خذوا الصفه هذه خلوه على صفه الانسان اذا كان يعني ذكي جدا. ليش يقولون عن الذكي عبقري؟ فكر وايد. اذا انت عبقري تعرفها. الرجال هذا كان ذكي يعني. شو تقول انت؟ نفسه. شو تقول انت؟ نفسه. والله ما ادري، بس انه يعني ذكي قصدي. والله ما ادري من وين جاي. اعتقد جاي من يبغض العلم بغرا يعني. بعيده حيل. فيلسوف حاد الذكاء، معلوماته عامه قويه جدا يعني. فيلسوف بالضبط يعني. لانه ممتاز بالاجابات يكون. يعني ملتهم العلم شو يعني. ما تقول. طلعت خلاص. كلمه لاتينيه من العبقريه او اللغه العربيه الفارسيه القديمه او الهنديه القديمه. من وين هي هالكلمه هذه؟ طار العلم بغرا يعني، شق العلم شق تقريبا يعني كذا. كلامه مو صحيح. لا والله ما ادري. يعني العلماء القديمين كانوا يسمونهم عباقرة، لانهم كانوا مثل يبقر العلم، يعني مثل البقرة شلون تشتر العلم، اشتر العلم جر. اللي يكون ذكاء فوق العادة أو يخترع له شغلة، أو يعني مو الإنسان يكون ذكاء طبيعي، العامية يكون عايش العالم طبع عادي، بس اللي يخترع له شغلة أو اللي يسوي له شغلة يقولون عنه عبقري. يمكن الكلمة إيمانية. يعني أنت تبي معناها ولا تبي أصلا؟ يعني ليش مثلا
يطلقون والله عليك مثلا والله ذكائك حاد تجاوبين بسرعه يقول فلانه عبقريه جاوبت بسرعه، يعني شو المعنى الانسان الحاد الذكاء يقولون عنه عبقري؟ يعني من وين جايه هالكلمه هذه؟ شنو اصلها؟ شنو سالفتها؟ هو عبقري يعني ماكو احتمالات؟ لانه الله خلقه كذي ذكي بالدراسه كذي يعني والله ما ادري من وين جايه. دائما ها الكاميرا كاي ها كاي الكاميرا دائما الشخص الذكي ها يقولون عنه عبقري يصفونه بانه عبقري. ليش هالكلمه يصفونها على الشخص الحاد الذكاء؟ يعني اتصور انه هو صاحب اختراع العبقري انه مخترع على شغله اي صاحب اختراع. من وين جايه هالكلمه هذه؟ وادي عبقر. ها وادي اسمه وادي عبقر. شنو فيها الوادي حتى يعني سموه؟ ما ادري على ما اعتقد كان الاذكياء او العلماء كانوا يقعدون بهالوادي قبل وقت اللي او الشعراء بالذات على اساس يستلهمون افكارهم ولا شيء، فهذا الوادي كان اسمه وادي عبقر عشان شيء اذكياء كانوا يطلعون من هالوادي. شوف هو وادي عبقر ايه لكن مو شعراء فيه. ما ادري نفس الشيء يعني اللي انا سمعت انه في علماء كانوا يقعدون هو. مو علماء نفسه. لا كيف في يمكن احد ذكي ينخش فيه او شيء. لا شوف هي 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 الاجابه الصحيحه بالفعل وادي عبقر الاجابه صحيحه، ولكن مو علماء يسكنون فيه. ما دام انت قلتي وادي عبقر بالفعل انت تستحق الجائزه. ننظم لك العمليه فقط بس بان كان هالوادي هذا كان تسكن الجن والعفاريت، فكل واحد عبقري يقولون عنه أخذت الكلمة من وادي عبقر. أخذت الكلمة من وادي عبقر. خلاص أنتم شنو تبون؟ هي اللي فايزة. بالفعل إجابتك صحيحة نسبة إلى وادي عبقر. مؤسسة عبد النبي الصراف الكهربائية قدم معلقة كريستال بقيمة 119 دينار. تلفونهم 4737304. لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي. لا حياة لمن تنادي أصبحت جملة مشهورة على كل لسان. من قائل هذا البيت من الشعر؟ لقد أسمعت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي. والله أعتقد المتنبي بن سينا يمكن. أحمد شوقي وياه. لا حياة لمن تنادي. لمن تنادي ولكن لا حياة لمن تنادي. من قائل هذا البيت أول شيء بيت الشعر هذا؟ عنتر. عنتر بن شداد. عنتر بن شداد ولا واحد ثاني؟ أبله. ما هذا النابغة الذبياني. شاعر طبعا. المتنبي. المتنبي لا مشكور. عاد بتهديدي. المتبني. أبو القاسم الشابي. والله كنا الفرس دق. لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي. بشار بن برد صح؟ بالفعل بشار بن برد. شنو تشتغل أنت؟ طيار كويتية. طيار تهتم بالشعر. إيه. آخر مرة سافرت فيها وين؟ والله أمس كنت في دبي. في دبي؟ إيه أمس. على فكره بما انك طيار في عندنا سؤال. عاده يعني وقود يعني وقود السيارات بنزين، وقود الطائرات شنو؟ يعتبر مثل اف غاز او كيروسين يعني يعتبر هذا هو نفس الغاز العادي يعني ولا لا في مثل يصير مواد ثانيه زياده عليه بس يصير يعني نوعيته حق الطيران غير عن البنزين طيران. الكيروسين يعتبر اكثر من البنزين. خوش كلام. هذه معلومه منك لكن جائزتنا كانت على منو شاعرنا؟ بشار بن برد. بشار بن برد بالفعل بشار بن برد هو القائل لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي. خلنا ننادي على جائزتنا. بطل هذا شوف شنو فيه. سابلي للحلويات قدم كوبون مشتروات بقيمة 20 دينار. اي شوفه اي هذا هو الخاتم المرصع بالألماس. عندكم فكرة إيش حق الناس يتشاؤمون من طائر البوم؟ يعني هو صراحة شكلها ما أدري شكلها يوحي على إنه واحد يخاف منها. يعني وضح شوي. من صوتها يعني مثل الحزن ولا شغلة كذي. شكلها يخوف.
والله شكلها ما يبشر بخير. ما أدري وايد وايد يعني وشكلها صراحة يخوف. من عيونها يتشائمون. وكانه فقر الحمد لله. لأنه يجيب الفقر يمكن. العرب لأنها سودة شكلها أسود وشكلها مقرف يعني، لكن في دول أوروبا لا ما يتشائموا منها. بس عندنا احنا نتشائم من دول الخليج تشائم منها، لكن دول أوروبا ما تشائم منها. إي ليش؟ نفس الجواب. نحسه. السؤال من عندنا والجواب عليكم أنتوا اختاروا. يعني ليش العرب يتشائموا من البومة؟ شوف البومة خلاص يتكدر. ليش أنا قبوسة عيونها حلوة وكبار يتشائموا منها؟ عشان صوتها. صوتها يعني يوحي بالتشاؤم. أنا ما أعرف شنو اسم صوتها بس صوتها هو. علشان البومة شو اسمه مثل اللي تعطي وي حق الموت يعني مثل اللي شان تبقرهم يعني. هي نذيل الشام عند العرب وتفعل انجلي تفعل انجلي تفعل انجلي. ليش الناس إذا شافوا البومة يتشائمون منها؟ يعني شو المعنى إذا ما شافوا الحمامة مثلا؟ عارفين ايش حقه؟ لا صوتها. صوتها مشكورين. ولا ليش حزينه؟ ها مهجوره عشان شلون تعيش في اماكن مهجوره مقابر؟ خليتني بالفعل بالفعل لان العرب يقولون يتشائمون من البومه لانها تعيش في الخرائب كله. وين مكان الخرابه مهجور يسكنون فيه. فبالفعل هذه هي الإجابة الصحيحة، يتشائمون منها لأنها تسكن في الخرايب. كل الناس يتشائمون من البومة، أنت الوحيدة اللي راح تكون لك ذكرى حلوة معاها لأنك جاوبتي على سؤالها. شركة الأربش للمجوهرات قدموا لك خاتم ذهب بقيمة 50 دينار شارع عبدالله السالم 2461644 مقابل سوق الذهب الجديد. بطل الخاتم احنا بنقرأ لك الباجي. شركة ماك للسياحة والسفر والشحن الجوي قدموا لك تذكرة سفر الكويت بحرين الكويت شارع فهد السالم مقابل مسجد الملا صالح 2409001. مركز الماسة للهدايا والساعات قدم لك قلم ماركة فالنتينو بقيمة 35 دينار مجمع المثنى 2401453. تحبين البومة الحين ولا لا؟ أحبها تفائل فيها الحين. هالمرة سؤالنا يبي له واحد يفكر فيه عدل. شو المعنى تجربة التفريخ الصناعي نجحت مع الدجاج فقط وما نجحت مع العصافير والحمام مثلا؟ الله أعلم. بس الحرارة مالت البيض. الحرارة مالت البيض إذا احترت البيضة يطلع بعد شنو الحرارة على الحرارة. سؤالنا يقول ليش يعني عملية التفريخ الصناعي نجحت مع الدجاج فقط ما نجحت مع العصافير مع الحمام مثلا؟ شو المعنى؟ شو المعنى مثلا بيض الدجاج تحطه 21 يوم يفقس ويطلع يعيش، ليش الدجاج لا؟ لأن الدياي طال عمرك يعتمد على نفسه في التغذية، بس العصفور والحمام يبي أمه اللي هي اللي توكله تغذيه تعطيه الأكل. عد هذا لي كم؟ 1 2 3 4 5. خمسة. هذه 50 من البنك التجاري. بالفعل إجابتك إيه هي الصحيحة؟ عيدها مرة ثانية. لأن الكتكوت كتكوت الدجاج يعتمد على نفسه في التغذية. أول ما يطلع هو ما يحتاج أحد يوكله بروحه يأكل. فعلًا قطلة حب وخلاص. إيه. وأما العصافير والحمام لازم أمهم وهي اللي توكلهم. إحنا راح نوكلك. أعطيناك 50 دينار البنك التجاري. وعديتهم طلعوا صح. في شركة نظارات الشمري قدم نظارة شمسية بقيمة 40 دينار شارع فهد السالم عمارة الخالد 2413442. البس النظارة هذه قد نظارتك الطبية خلينا نشوف. أتوقع حلوة عليك. نعم حلوة اي خفيفة
خفيفة بالفعل. إذا أنت حصلت على 50 دينار اللي أعطيناكم قبل شوية من البنك التجاري الكويتي ونظارات الشمري وشركة البروتين، كل عام أنت بخير وتستاهل. وأنت بخير الصحة والسلامة. شكرا لك عزيزي المشاهد على حسن المتابعة، وتحية خاصة نوجهها لكل مشاهدينا اللي شاركوا معنا اليوم في البرنامج ولبوا دعوتنا ويوهني إلى ممشى مشرف. نشوفكم باكر إن شاء الله في مكان جديد حتى نلتقي. لكم تحيات جميع الزملاء العاملين معي في فكر واربح، مع السلامة. جرس تشيكن بوكس هاي العزيز المشاهد، تابعنا يمكن يعجبك. تكفي شويه وجاوب صح، جوايز قيمه حلوه ترضى. تكفي شويه وجاوب صح، جوايز قيمه حلوه ترضى. نعايتك يا عساك دوم تكفى. فكر شويه وجاوب صح، هذا خسر لا غضب، وهذا ربح الف مبروك، وهذا خسر لا غضب، وهذا ربح الف مبروك. فكر شويه.